الحضور ديالي في هذا المهرجان او هذا اللقاء عن التجميل او الجمال هو اولا احنا هذا تكريم ولكن تشريف، وانسان خصو يساهم فيه لان الحضور كيعطي له واحد القيمه مضافه لا لنا لا لهم، وهذا الشيء اللي ابتدعوا فيه وداروه ما هو غير مشرف للمراه المغربيه والجمال العربي، لانه ليس بخاص للنساء، هو خاص للنساء او الرجال العرب، وكاين جمال اللي عند الرجال وعند النساء، وحنا بالخصوص هذا كاين واحد الاتجاه للمراه العربيه، وهذا شيء لازم الانسان يساهم فيه، وانا فخور نكون هنايا. هذه المواد الكيماويه اللي كتهضر عليها كياخذ فيها الحضر، ومثل هذه اللقاءات كيمكن يكون واحد التبليغ او الحضر بعض المواد اللي كتسبب في مشاكل كبيره، وكاين منهم بزاف 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 اللي الانسان خصو ياخذ منهم الحضر. انا اقول كل المواد الكيماويه اذا كان معترف بها بواحد الخبراء واللي كانت الماده اكتيف اللي كاينه فيه ما عندهاش مضاعفات ما فيها باس، اما اذا كان فيها مضاعفات وخارجه ماشي من مؤسسه معترف بها كنظن الانسان يبتعد منها، وبالخصوص هذوك الوسائل اللي كيتخلطوا عشوائيا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.